مشاهدين والمرحلة النهائية من بطولة السابق والمنافسة في الترتيب الثالث والرابع علي بابا وآمال. انطلاقة جميلة وقوية مع الجواد آمال، محاولات للحاق من علي بابا ولكن آمال خالد عبد العزيز أحمد القواري، محاولة للحاق من علي بابا ويوسف محمد الأجري، آمال وعلي بابا مركز الثالث والرابع، آمال لا يزال متقدم ومحاولة للحاق من علي بابا، آمال خالد عبد العزيز أحمد القواري والترتيب الثالث في بطولة المسيرة. والآن المركز الأول والثاني منجم والفخامة. انطلاقة جميلة وقوية، منجم من الجهة الداخلية وعلي خالد محمد مسلم، محاولة للفخامة من الجهة الخارجية وصالح حمد صالح المري، الفخامة ومنجم محاذاة بطولة المسيلة بين منجم والفخامة، الفخامة ومنجم، منجم الفخامة علي خالد مسلم، الفخامة وصالح منجم، منجم نعم منجم وعلي خالد محمد مسلم وبطولة سباق المسيرة.